حاجة ممتازة، حاجة تجنن. ممتازة أوي يا أستاذ. نعم ممتازة؟ مين اللي قال كده؟ حضرتك قلت كده. أنا عايل، رجعت في كلامي، ده مش رأس، ده مغص، ده وجع بطن، إيه القرف ده؟ يلا 10 دقايق بريك، يلا تعالي هنا، تعالي عشان نعيد القرف ده تاني. ما أنت عيدت القرف ده 16 مرة يا أستاذ. قرف؟ أنت بتقولي قرف؟ أنا بس اللي أقول قرف، أنا المقرف الوحيد اللي هنا. يلا. أيوة بس أنا تعبت. مش من حقك تتعبي. يعني أموت؟ أنا اللي أقول إمتى ترتاحي وإمتى تتعبي. ليه؟ هو أنا جارية؟ جارية وعبدة ومملوكة. لا أنا مش جارية، أنا حرة. والله؟ من إمتى؟ من بعد ما خليتك بني آدمة؟ ليه؟ هو أنا ما كنتش بني آدمة؟ العفو يا بنت الزناتي خليفة. أنت بتهزاني؟ حقي ولا مش حقي؟ لا مش حقك. عندك حق، مش حقي، بس حقي ان اقولك اطلعي برا برا، خلاص شطبنا، مش عايزين فن. اروح فين؟ تروحي مطرح ما كنتي، لكشك الكلب بتاعي اللي كنت عايشة فيه، ولا اقولك؟ هقولك على مكان اوسع بكتير، الشارع. طب نتفاهم ارجوك. نتفاهم. موافق. الدبلة اللي هتلبسيها مش من حقك تلبسيها، مش من حقك تتخبي من غير اذني. ليه؟ هو انا مش بني ادم ومن حق اختار؟ وانا باكينام مش بني ادم ومن حق احب؟ انت بتاعتي، ملكي، من يوم ما جيتي هنا وانت ملكي، انت بضاعتي، وانا صاحب راس المال، انا هنا كل في كل، انا الله امر واقول، وانت تقولي حاضر نعم امرني يا سيدي. قولي. مش عايزة. بقولك قولي. مش عايزة. بقولك قولي. مش عايزة. بقولك قولي. مش عايزة. مسيكا. مخنوق يا صاحبي. انت اللي مخنوق؟ روح تطلبها مني، قال لي مخطوبه لصاحب نصيبها. ما انتش عارف ان الجواز اسمه ونصيب؟ انا اللي اعرف ان انا بحبها وهي بتحبني، وانت عارف كده كويس يا برو. انا ما اعرفش حاجه. انت مش صاحبي يا اخي، ما تحط نفسك مكاني. انا صاحبك بس ما احطش نفسي مكان حد. افرض ان انت بتحبها ورحت تطلبها. انا بقول لك ما بحبهاش. برو تسمعني، انا بقول لك افرض انك بتحبها ورحت تطلبها مني. ما تفرضش. ليه يا برو؟ في ايه؟ الله، ليه ما تفرضش ليه؟ عشان مش هعمل كده. انت مجنون يا ابني، يعني انت هتحبها بجد ولا هي هتحبك ولا هتبص لك؟ وهي ما تبصليش ليه؟ اولا بتحبني، سنين فرق 14 فدان فوق بينك وبينها، تحبك ازاي دي؟ هي قالت لك ان ما ينفعهاش. قالت يا بروت. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. عقبالك اما تفوق وتصحى لنفسك للغلبانه اللي متشحتف عليك دي. انا في حد متشحتف عليا؟ في حد متشحتف عليك. مين بقى؟ زيزي ولا هتستعبط؟ زيزي. ايوه يا ابني الوقت بيجري. يا ابني انت اللي عبيط، انت اتهبلت. زيزي دي بتحب واحد حمار مش حاسس بيها. هي قالت لي انا كده. هي تقصد حضرتك بالحمار ده. اوعى تلعب بعواطفك. يا عم العب بعواطفك ليه؟ الحقها قبل ما يصادرها منك ويقول لك مخطوبه لصاحب نصيبها. هي كمان مين اللي هيصادرها؟ هيكون مين غير سي زفت عزب؟ اسمع اللي بقول لك عليه. وسيزي تنفعني؟ طبعا البنت زي القمر وصغيره وجميله وبتحب. سيبك من ده كله، الجينات الوراثيه الطويله اللي عندك وعندها. انت بتقيس الحب بالمزوره؟ اسمع الكلام ده، انتوا هتجيبوا نخل زي القمر. اسمع اللي بقول لك عليه. انت بتلعب بعواطفي ولا غاوي تجرح فيا؟ الحق البت يا بني ادم. متاكد؟ متاكد. زيزي انا الحمار يا زيزي. يا الله يا زيزي.
حمار بجد. ممكن اعرف مين اللي ادالك حق تقول له ان انا بحبه؟ ومين اللي اداك الحق تتصنطي علينا؟ ما هو اللي عرفك لازم يتصنط عليك. ليه يا بنت انا عملت لك ايه؟ عشان يلحق نفسه وتقي شرك. شري انا؟ بعد اللي بعمله عشانك ده شري؟ شري ليه ان شاء الله؟ ايه كل ده مش عارف؟ عمال تمشي كل حاجه زي الشفاط. اشفط ايه وشفاط ايه؟ كلميني زي البني ادمين هنا. شفاط عمر شفاط اسمه، ما تسيب له حاجه يا اخي نوبك سواه. انا ما طلبتش منه حاجه. هو اللي اداني كل حاجه بكيفه وبمزاجه. وانت اديته ايه؟ لو طلب كنت اديته. عمره بيطلب منك حاجه لانه عادل. ايه مش بتقول صاحبك اخوك وحبيبك؟ اطيب مني يا عزيز. وده اللي مخليني بحبه. من غير ايواء، الواد بيدور عليكي وهجوزولك غصب عنه خلاص. لا لا ساعتها انا اللي هقول لا. انت يا اما مجنونه يا اما في ربع ضرب، ليه لا ليه؟ الحب مش كلام، الحب تضحيه وانا لازم اضحي. لا اله الا الله، وتضحي ليه؟ وعشان مين يا بنت الناس؟ عادل بيحب واحده ثانيه. يا سلام جبت التايهه. لو عادل بيحب واحده ثانيه انا اول واحد هيعرف. صاحبي شقيق عمري سره معايا. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. نعم يا اختي. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. ليه بيحب امي ولا ايه ما ينفعش يقول؟ ليه مش فاهم. عادل بيحب شربات. شربات مين؟ بنت زانيتي. يحبها ازاي؟ بيحب ما لازم يحبها، مش هتبقى مرات اخوه؟ ما لازم يحبها ويخاف عليها. عايز يتجوزها. انت عايزه تولعي الدنيا ولا ايه؟ فلوتك السودا دي يتجوزها ازاي اذا كان جاب لي الدبل قدام عينيكي؟ ما هو جاب الدبل وكتب اسمه واسمها عليه. اسمه واسمها عليها؟ يعني الدبل اللي انا دخلت يعني هو ما كانش يعرف ان انا وجايب الدبل كاتب عادل وشربات وانا زي الحمار خدتها. يا نهار اسود، وانا اقول دبلتي طويله قوي عليا يا ربي. طب عادل فين دلوقتي؟ عادل يا عادل ولا عادل؟ سيبني في حالي بقى يا اخي، انت عايز مني ايه؟ انت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ لا انا عيلتي عايزه ببيت. وايه البؤجه دي ان شاء الله؟ اللي جيت بيه همشي بيه، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط؟ بعد اللي عملته علشانك السنين الطويله دي وتقولي لي بلاط؟ بعد ما خليتك بني ادمه ونجمه وتقولي لي بلاط؟ انت لا كنت عايز تعمل مني نجمه ولا زفت. انت كنت عايز تصحي باكينام وتموت شربات. انما اسفه بقى يا عزب بيه. انا شربات وعايزه اكون شربات. اني شربات وعايزه اعيش حياتي بحريتي وارادتي وكرامتي. والله يا عهد القطه المغمضه فتحت. البت الخارصه طلع لها لسان بعد ما كانت بتقول بقى دلوقتي بتقول عايز اعيش حياتي بارادتي وحريتي وكرامتي. مين اللي علمك الكلام المزيف ده؟ انت. بس ده مش معناه انك تعاملني على اني كرسي في صالونك تحطه مطرح ما انت عايز. اسمعيني كويس، انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك. لا يا عزب بيه، انت بتحب باكينام وانا شربات عن اذنك. لا لا، مش انت اللي هتقفلي الروايه، مش انت اللي هتحطي كلمه النهايه. سيبني. انا قلت لك ان انا هنا في الكل في الكل، انا صاحب الكلمه. سيبني. هتجوزك. سيبني بارادتك غصب عنك. هتجوزك. سيبني. اسمعيني كويس. الحقوني. شربات. هدي الحقني الراجل مجنون. ايه ده؟ ايه ده؟ عادل سامع صوت استغاثه؟ ايوه انا سامع صوت استغاثه. انا. انت؟ الحقني الراجل المجنون ده كان عايز. مجنون؟ من امتى؟ من امتى؟ اه تعالى هنا ما اقولك. ايه؟ اسمع كويس. ايه؟ انا بحبها وعايز اتجوزها وعايزك تكون الواسطه بيني وبينها، لازم توافق. يا حيوان! تتجوزك انت؟ ايوه. انت مين انت؟ ابن مين انت؟ سفو عليك يا نادل يا جبان. كده؟ ده انا قتله. لا ده انا اتبعه. مش الدرجات دي. حد يجيب لي عصافه. ما وريتك يا نادل يا جبان. ايه ده؟ عامل اللي فيها تمرجي. تمرجي معاك؟ روحك هتطلع في ايدي يا عزب. سيبه هيموت، هيموت في ايدك بجد. خايف عليا يا باكينام؟ اتفو عليك يا اخي. حد اتجوز حد غصب عنه عزب بيه؟ مش غصب عنها، بارادتها. لا مش بارادتي. بارادتك بأمارة بلاعة الدبله اللي مكتوب عليها اسمه. انت خلعتي الدبله شربات؟ لا يا مفتاح. قالت لا. يلا نمشي من هنا. ولا يلا يلا اعبد ده وطولك. مش عايزين نقعد في المكان ده. انا كمان همشي معاكم. يا فندم؟ انا كمان همشي معاكم. انت كمان هتمشي معاهم؟ هتمشي معاهم تروح فين؟ همشي من القرف ده. قرف ده وترجعي فين؟ ترجعي لل تاني؟ اخرس يا ابو تفه. اسمع افتح ايدك يا استاذ. هتتضرب يعني؟ هتتضرب يا استاذ. ولد ولد ايه؟ لحد كده وكفايه تضحيات. انت ياما ضحيت عشاني. مش هسيبك تقتله وتخش فيه السجن. انا مفتاح مفتاح واخد على السجون والمعتقلات. انا ما شفتش السجن قبل كده، سيبني اجربه. تردش عليا للسعك على مناخيرك دي. ها هات السلاح. مستحيل. من 10 المستحيلات. من 18 المستحيلات. انت
كابتن عايز ايه؟ ابوك شبك ايدك دقيقتين كده هطلع اجيب حاجه من فوق. انزل. هجيب ايه؟ هجيب بلح يعني هجيب ايه في اللعبه السودا دي؟ اقتله يا برطه. الضربه دي جديده. ايه ده؟ خد هنا تعالى تعالى. ايه؟ العصا دي بكام؟ دي بجنيه و50 قرش. اما انت فايس وبتصرف كده بثلاثة صاغ ما تزوقيني يا ماما. جبته. جبته منين؟ سمعت عن ايطاليا؟ اكيد طبعا. يبقى اكيد تعرف الزقازيق. زقازيق؟ وده جبته امتى ده؟ الاتمون اللي فات. افتح ايدك. ايه؟ مالك يا تي؟ طنط رجلي بتوجعني قوي. طنط رجلي اسمه انكل يهبل. لو انت ما عندكش خلفية. في حاجة حصلت لأنكل؟ انت بتعرفش ان انكل مات وطنط مسكت الشغل بقالها فترة؟ خلص عليه. بقالهم تلات اتامين يا راجل. افتح ايدك يا استاذ. لا مش هفتح ايدي. انا ما عملتلكمش حاجة وحشة. انا طلعتكم في السما فوق. تنزلتني سبع ارض. انت اللي نزلت نفسك. انت اللي زحلقتني. انت اللي بتزحلق روحك. طول عمرك بتنزل عن حقك. سلبي. نزلت عن اسمك وعن دورك وعن حبيبتك وصاحبك المناضل ده. ما تجيبش سيرة صاحبه. انا قلت لك انا بعمل حاجتين بسوق وبقود. انت اللي ما عجبكش. فضل استعباطك طول الوقت. وانت عايزه تمشي من القرف اللي انت فيه بعد ما لميتك من الشوارع، بعد ما لميتك من الكلينكس. ماشي روح في داهيه. وانت انت عارفه اني حبيتك. ايه؟ جاتك القوى. اتحرقوا في بعض كلكم. بقول لك ايه يا بروتا؟ ايوه. سيبك من كوبايه الزبادي دي وركز معايا. ابعد يا ابني من قدام اللمبه لطفور. ابعد. بص يا حبيبي، انا عرفت ان انت بتحب شربات من قبلي وما حدش. لا ما كنتش بحبها. انا كنت موهوب. ما تردش عليا. والله العظيم كنت موهوب. محدش هيتجوزها غيرك. محدش هيتجوزها غيرك انت. محدش هيتجوزها غيرك. محدش هيتجوزها غيرك انت. وديني احرقها قدام عينيك. ها اتفضل تزوج ان شاء الله. اللي اتجوزها غيرك يدفعها. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. تلزمني. ايه ده؟ ايه ده؟ خش بقى. ايه ده؟ انا شغال يعني. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ اسمع نصيب. بتحدفوني لبعض. هو انا كوري عادل؟ بس شراب يعني. انا بحب مفتاح وهتجوزه. وانا بحب زيزي بنت حلال وطولي. خلاص قسمتوها على بعض. كل واحد خد حبيبته. طز هعمل باكينام جديده ولا هيهمني. بس قبل ما تمشوا من هنا انا هقول لكم الخبر اللي هيدمركم كلكم. إيه؟ خبر ايه؟ خير. عارفين ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بيبو فرقع جيجي. استاذ عزم. نعم. انا مهما حصل ما اقدرش انكر ان انت صاحب افضال عليا بعد ربنا. كويس انك فاكر. وما كنتش اتمنى اقول لك الخبر اللي هقوله لك ده قبل ما امشي، بس مضطر. ايه؟ بيبو رجع لجيجي؟ امال ايه؟ جالك تليفون سخيف جدا بس مضطر ان انا ابلغه لك. من مين؟ جالك تليفون من الملكي بيقول لك ارجع التلاجة فورا لا تحمض. عشان ما ترجعش تقول ما قلتليش. خلاص؟ بعمارة ايه اللبن الرايب؟ امشي يلا. اوكي. امشي. نعم. مش عايز تقول حاجة انت كمان؟ مستر كامل الدسم. أشكرك. أحب أنصحك نصيحة قبل ما تتجوز. إيه بقى النصيحة؟ مفيش داعي من حكاية الجواز دي خالص. ليه بقى؟ عيالك هيشربوك. وقبل ما أسيبك وأمشي برضو كان في بيني وبينك عيش وليمونادة. جايب لك هدية بسيطة هتنفعك في يوم من الأيام. إيه ده؟ ليفة؟ ليه؟ عشان تسلخات المايوه. امشي. ماشي يا غجر. اوعى تفتكروا ان انا عازب شديد كده. اي كلام. اوعى تفتكروا ان انا وقعت. لا انا عازب شديد وهفضل عازب شديد. مزيكا.